جيل جديد بيحقق بطولة جديدة، من حقنا نفرح، من حقنا نحتفل، من حقنا كمان نرفع سقف طموحاتنا، خصوصا انه زي ما قلت لحضراتكم انك انت تكمل بقية مشوارك السيزن ده الموسم ده وكويس، يعني زي ما بيقولوا او زي ما احنا بنقول كده كل تأخيرة وفيها خيرة. كويس انه السوبر اتأجل وجه في مرحلة مهمة جدا عشان يدينا او يرفع من روحنا المعنوية ويدي للعيبة كمان دفعة عشان يكملوا مشوار أفريقيا إن شاء الله بإذن الله قبل النهائي والنهائي بنفس القوة وبنفس المستوى. أعتقد أنك أنت وأنت بتكمل بطولة أفريقيا وأنت شايل كاس سوبر تفرق كتير جدا عن خسارتك ليه. بالتأكيد مهم أنك أنت نتكلم على أرقام قياسية ونتكلم على إضافة بطولة جديدة، ده شيء في حد ذاته إنجاز كبير جدا فرحانين بيه، لكن كمان مهم جدا أن احنا نشتغل كويس على دوري الأبطال في النسخة الحالية وحلم العشرة، والحلم بقى قريب جدا مننا. عشان كده بقول ان توقيت الفوز بالبطوله دي في منتهى الاهميه. بشرفنا النهارده واحد من مش بس من نجوم النادي الاهلي، لكن واحد من اللي ساهموا في الرقم القياسي 7 بطولات سوبر للنادي الاهلي يغرد منفردا وبعيدا عن اقرب منافس ليه. ضيفنا النهارده كابتن احمد عادل اللي حقق كاس سوبر قبل كده نسخه 2007. اهلا بيك يا كابتن احمد. سعيد دايما ان انا ابقى موجود معاك يا استاذ احمد، ومبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك لمجلس الاداره. بطولة غالية وبطولة مهمة في وقت مهم، ومبروك للعيبة ومبروك للجهاز الفني. اكيد منور ومشرف دايما يا كابتن احمد. دايما ببقى سعيد وانا موجود معاك. وانا كمان ببقى سعيد جدا. انت كسبت سوبر 2007 سوبر كان 2007. مع النجم صح؟ ضد النجم الساحلي في اثيوبيا، والحمد لله كان حتى فيها اكسترا تايم على 4 اشواط. الحمد لله قدرنا نحقق بضربات الجزاء المكسب، وكانت بطولة بتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي ودولاب البطولات اكيد. يعني ازاي شفت الكاس السابعة كاس سوبر افريقيا اللي اتحققت على حساب نهضة بركان؟ اكيد اللي كان اهم فيها التوقيت، يعني كان توقيت البطوله كان مهم جدا، وخصوصا بعد فرحه ان انت بتكسب سان داونز. لكن زي ما بكلم مع حضرتك دايما ان فعلا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي بمجلس ادارته بيعرفوا ياخدوا البطوله ببطولتها. يمكن يعني بقى اللعيبه فعلا ما افرطتش في الفرحه بعد مباراه سان داونز، عندهم مباراه مهمه اكيد امام نهضه بركان ان هو يحقق بطوله، قدر يفصل كويس وما افرطوش في الفرحه، صفحه وقفلوها. وده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي وبيميز مجلس الاداره وبيميز الجهاز الفني، ان فعلا كل بطوله بياخدوها ببطولتها، وفعلا حققوا بطوله غاليه وبتضاف لتاريخ اللعيبه وبتضاف لتاريخ النادي الاهلي، بيزود من رصيد انجازات النادي الاهلي اكيد بيبقى مساهم فيه اللعيبه ومجلس الاداره. وهنا زي ما بقول لحضرتك دايما ان النادي الاهلي عنده مقومات البطوله، مقومات البطوله ان هو بيعرف يفصل كويس بين المباراه المهمه وبين البطوله، واكيد بطوله غاليه وتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي. صحيح. بطوله سهله السوبر؟ هي سهله وصعبه. بطوله ماتش واحد سهله وصعبه، وخصوصا لما طلعت اتكلمت قبل المباراه ان مهم جدا ان انت فنيا حالتك ايه من المباراه، لان هي مباراه 90 دقيقه بطوله. مزبوط. بطوله ذات 90 دقيقه. أيوه. وخصوصا انت كنت تلعب ضربات جزاء على طول، لكن ان اللعيبه تفصل، ان اللعيبه تبقى في حالتها في حاله جيده يوم المباراه. يمكن فنيا الشوط الاولاني ما كانش النادي الاهلي كويس، لكن ان انت بترجع تغييرات مستر موسيماني الشوط الثاني عدلت بعض الشيء وادتك الافضليه، وخصوصا لما تلاقي صلاح محسن على طول دايما بيبقى تغييره مهمه بينزل يكسبك، كهربا بينزل بيضيف لك. زي ما بقول لحضرتك دايما ان اللعيب الاحتياطي ما فيش احتياطي واساسي في النادي الاهلي، انت طول ما انت في قائمه ال 25 لعيب فانت اكيد لعيب مهم، اكيد ليك اضافه، وده بيظهر في التغييرات بتاعت مستر موسيماني اكيد. بتتعاملوا ازاي كنتوا، يعني لو رجعت لنسخه 2007 افكرك بيها شويه، بتتعاملوا ازاي مع بطوله زي دي فيها بتتحسب في مباراه واحده؟ وايه اللي بيتقال من الجهاز؟ يعني افهم كتير مثلا لما يبقى مشوار بطوله افريقيا بتبقى انت فاهم ومحضر وعارف ظروفك وعارف انه المرحله دي دور مجموعات ممكن تبقى بالتاكيد الاهلي بيلعب على مكسب على طول، بس برضه في الخلفيه بيبقى وانت طالع بره مهم انك تحقق نتيجه ايجابيه. لكن التعامل من الجهاز الفني، انت كنت مع مستر جوزيه في التوقيت ده، كان ازاي بيتكلم مثلا على او بيحضر الفرقه لبطوله زي بطوله السوبر؟ هو انك بتقابل بطل برضو، يعني بتقابل بطل ابطال، انت مش رايح تقابل بطل دوله، انت رايح تقابل بطل افريقيا برضو. النجم الساحلي كان بطل افريقيا وهو كان واخدها مننا في مباراه العرجون. فكان زي في زي العرجون. مباراه العرجون لان احنا كان لنا ضربتين جزاء، واحده لابو تريكه وواحده احمد شديد، لكن قدر ما شاء فعل ربنا بيعوضك بسوبر. لكن هرجع لسؤال حضرتك ان الدور الاكبر على اللعيب واوضه اللبس واللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي عندها مسؤوليه. عشان كده زي ما بقول لحضرتك دايما لما بطلع معاك ان اوضه لبس دي اهم حاجه عند اللعيبه وعند الجهاز الفني. مستر مانويل جوزيه على طول كان بيتكلم فني،
يعني كان مستر ماني من مميزاته ان هو بيقدر يقرا الفرق اللي بيلعبها كويس. ايوه. وفي نهائيات يعني لو ترجع مباراه الصفاقس كان مستر مانويل بعد المباراه الاولانيه هو حاطط سيناريو للمباراه الثانيه وفعلا ده حصل واشتغلوا عليه. يعني اشتغلنا عليه كويس مباراه الصفاقس الثانيه. هنا بان برضو مستر مانويل ان احنا مش عايزين نستعجل على المكسب. يعني المكسب هيجي في وقت بس اهم حاجه ان انت ما يجيش فيك. صبرته كتير قوي. ما طول ما انت لا احنا فنيا طول ما احنا بنلعب واهم حاجه ما يجيش فيك انت. أيوة. ممكن نجيب كره ثابته ممكن نجيب في اخر لحظه وده اللي نجح فيه مستر مانويل. صحيح. بس انا عايز اقول لك الماتش ده على وجه التحديد وقبل الكره بتاعه التريكه اللي خلصنا بيها الماتش انا فاكر اللقطه دي. يعني انا كنت قمت سقفت وقلت الرجاله عملت اللي عليها وزياده رغم انه خلاص كانت تقريبا البطوله راحت. ده يعني مباراه صفاقس. صفاقس صفاقس كان مستر مانويل حط السيناريو قال لنا طول ما احنا مش هيجي فينا احنا ممكن نجيب جون في اي لحظه ولو جبنا هدف ده بامانه يعني لو جبنا هدف هنجيبه في اخر المباراه. وفعلا ده كان وحصل. يعني كان وحصل لان في بعض اللعيبه من ضمنهم شديد وعاشور يعني اللعيبه كانت بتعيط ان احنا خسرنا في الدقيقه 89 الدقيقه 88 خسرنا البطوله. فيشاء السميع العليم يعني ان الهدف فعلا يجي في الدقيقه الاخيره وكان مفاجاه لافريقيا كلها. والحمد لله يعني طول الفتره دي كان فنيا مستر مانويل بيشتغل على كده. أيوة. ان انت في المباريات الكبيره في المباريات اللي بتلعب فيها يعني مع احترامي الفرق دلوقتي النجم والترجي ما كانوش بقوه 2007 و2008 لكن دلوقتي مش بنفس القوه مش بنفس مفاتيح اللعب المهمه لكن كنت بتواجه مفاتيح لعب كتير لفريق النجم بتواجه مفاتيح لعب كتير لفريق الترجي الفرق في افريقيا لكن ما كناش بنستعجل على المكسب كنا ممكن نجيب جول في اي وقت ده كان اللي بيشتغل عليه مستر مانويل فنيا. لكن هرجع لحضرتك في حته اوضه اللبس اللعبه الكبيره المسؤوليه وخصوصا ان حصل قبل المباراه بيومين اتكلمت مع حضرتك برضو في الموضوع ده قبل كده ان حصل زي شده في التمرين. وانت خصوصا ان احنا رايحين على مباراه ونهائي فما بيحصل شده في التمرين من اللعيبه الكبيره فانا كنت صغير في الفرقه فحسيت ان البطوله هتروح ان اللعيبه الكبيره مش مركزه فان البطوله هتروح. اول ما وصلنا هناك في اثيوبيا مع صعوبه الجو مع صعوبه التنفس مع طبعاً صعوبه حتى ارضيه الملعب في مشاكل في الاكسجين ومشاكل في الرطوبه انا ضد دلوقتي ان اللعيبه بتقول الجو او الملعب لا احنا كنا بنلعب في ملعب سيء جدا في اثيوبيا ومفيش تنفس اثيوبيا فوق سطح البحر بامطار لكن لقيت اللعيبه الكبيره كلها لمت بعض ولمونا كلنا وبطوله وتضاف لتاريخنا فحسيت ان في شده هي دي اوضه اللبس بقى الواحد بقول لك كان تريكا وبركات ومتعب عماد النحاس شادي محمد وائل جمعه حضري كنا كل اللعيبه امير عبد الحميد محمد شوقي حسن مصطفى اللحظه يعني في مرحله الاستعداد لماتش نهائي بتبقى اكيد مهمه جدا بس بتبقى نوعا ما فيهاش شده الاعصاب او القلق الكبير جدا لكن لما تنزل رجلك ارض الملعب والوقت يجري بيك وانت متاخر ده الموقف اللي بيظهر فيه معدن الرجاله زي ما بيقولوا يعني طبعا. انا متخيل ال11 اللي كانوا في ملعب على سبيل المثال في ماتش الصفاقسي اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي ده 11 اللي في ارض الملعب والعداد الدقائق بيجري واحساس انه البطوله سنه بسنه بتروح مننا وبتقرب منهم بالتاكيد ممروش بحاله ضغط وتوتر في حياتهم زي ما كانوا في الدقائق دي طبعا. هنا بيظهر المعدن زي ما قلت وهنا بيظهر العقلية اللي تقدر تتعامل مع الكم الكبير جدا من الضغط وتفضل محافظة على تركيزها. الكلام اللي أنا بقوله ده يبدو كده وأنا بقوله سهل لكن هو تنفيذه وتطبيقه بيتهيألي صعب جدا. عشان كده بقول لحضرتك إن مش أي لعيب في مصر يلعب داخل النادي الأهلي لأن اللعيب اللي بيتحمل الضغوط اللعيب اللي عنده مسؤولية اللعيب اللي عارف قيمة تيشيرت النادي الأهلي اللي عارف سياسة ومبادئ وقيم النادي الأهلي اللي اتعود على إن هو ياخد بطولة واتنين اللعيبة القديمة لما حد لعيب جديد بيخش بياخدوه في نفس الطريق عشان كده قلت لحضرتك برضو قبل كده اللي بيشت عن طريق البطولة او عن طريق النادي الاهلي او عن انا يعني زي ما قلت لحضرتك ان النادي الاهلي عامل زي شبه القطر اللي عايز ينزل من القطر ينزل لكن النادي الاهلي يفضل مكمل عشان كده هنا اللعيبة الكبيرة بيبقى عليها دور ان هي تبقى ملمة بكل اللعيبة حتى الصغيرين ان احنا عندنا هدف واحد احنا رايحين على البطولة عشان كده بيبقى عليك ضغوط كبيره جدا عليك مسؤوليه كبيره جدا تجاه حتى جماهيرك تجاه ناديك ان انت رايح بتلعب على البطوله بتلعب على الاول يعني النادي الاهلي طول عمره حتى من وانا في ناشئين النادي الاهلي
التاني زي الاخير. فطول ما انت بتلعب على الاول انت عندك الهدف ده، وده كان باين في لائحه النادي الاهلي. تمام. لائحه النادي الاهلي ان انت من 4 مباريات لازم تحقق 10 بونت، 3 مكسب 1 تعادل، غير كده ما تاخدش مكافاه. صحيح. طيب خليني اسالك على تاثير الكاس دي على اللي جاي. يعني كنت بقول انه من حيث التوقيت كان مهم ان احنا نكسب السوبر، لكن ما ننكرش انه مستر موسيماني شخصيا، الجهاز الفني واللاعبين كانوا بيتعرضوا لضغط وكانوا بيتعرضوا لانتقادات ما قبل مواجهه سان داونز وما قبل ماتش السوبر. هل حسم السوبر وتحقيق لقب السوبر يريح شويه حاله الضغط اللي كانت موجوده؟ وهل بتبقى في اعتبارات اللعيبه والجهاز الفني حاله الضغط الجماهيري ولا لا؟ بس خليني اروح لفصل وارجع ادردش معاك مره ثانيه.